We are at the airport. Our flight بعد نص ساعة. We're just grabbing a bite. I got the salad from Latte Art وما بتتاكل, so بس عم بعبي بطني. بعرف إنه حناكل كتير بدبي, فا it's good to keep it healthy هلا. هلا وصلنا وطلعنا بالتاكسي. كنت نسيانة قدي شوب بدبي, كنت نسيانة هيدا الليفل من الشوب. ليكو شكلي خلونا نعمل تشيك ان. فهلا حاعملكم a room tour. Entrance, go to the bathroom. Here we're gonna do a lot of outfit of the days and get ready with knees and blah blah blah. بس انا لازم اشتغل اليوم. It's Monday ولازم اشتغل اليوم, فحنشوف كيف حنشتغل. Guys شكلي مش مقبول at all. وهيدا البول. Yeah. And here we have coffee machine, candies وهيك. ومشتل مراية. Oh my god, this is so convenient. هيدي الأوضة كتير convenient. يعني it's well planned. Let's make my first coffee here. مثل ما قلتلكم I need to work لأنه I didn't take time off. So اليوم تنين, يعني اليوم بيكون جنون. So let me see what's going on. So guys, اجينا تناكل لأنه أول مرة بدنا ناكل. قلت له لازم تجرب salt for sure. The burgers عندهم because they're so good. واخيرا نجا الاكل. I'm starving. جينا على تيم هورتنز for coffee. This is my first time trying it. ضلينا يمكن نص ساعة ندور على المحل وما كنا نلاقيه. Let's taste test. I'm gonna try it, okay? أنا لما أجيت قبل بمرة جربت الكريسبي كريم ما كتير حبيت. This is better. Good morning. So it's day two. و يعني بلشت نهاري بالشغل, اشتغلت شوي بعدين I got ready very quickly. ما بعرف شو عاملة. The hair is not hairing. ما بعرف ليه في رطوبة, ما بعرف شو فيه. بس I got ready very quickly وهلا رح نروح على brunch and cake for brunch. Let me show you my outfit quickly. This place اللي هلا رايحين له for brunch and cake. بعرفه من ورا ديانا. She's a YouTuber and it looked very like aesthetic. Like, but let's see. The place is very aesthetically pleasing, but it's too loud. The coffee is so good. Good in here, so good. أكلت يعني my zucchini pancakes and I'm full. Still عندنا pancakes as a dessert, so I'm taking a break. بعتقد حأمسح شي 5 كيلو بدبي. جينا على
هذا الموزيوم وقالوا لنا انه ما في محل ماي 18 ونحن ماي 18 سافرين. سو كنا حنطلع دغري البنت قالت فدي محل حدا عمل كانسل وحنرجع بكره الساعه 2:00. سو برجع بصور بكره. جيت شوي على الأوضة بس اشتغل لأنه كان عندي شغل وكتير برد بالمول، كتير حموت من البرد. سو اجيت اخد جاكيت كمان وحط ماي كاميرا وشنطة الكاميرا هون لأنه هلكتني بس I'm dead. هيدا السليبر كتير بتوجع الإجرين بس ما حننزعل الأوتفيت. كتير عبالي بينك بيري و I think هانزل اكل بينك بيري. Good morning guys, it's day 3 in Dubai. This is my outfit. هلا رايحة أشرب كافي. I did some work in the morning. Yeah. I burnt myself. اشتغلت شوي الصبح و I got ready ونزلت هلا. Today the plan is to go to the Museum of Future. Museum of Future. وعنا دينر بالليل مع أصحابنا يعني. جات طلعت على الأوضة لأنه كان بدي أتخلص من الشنطة اللي كنت ماسكتها، ما بدي شي بإيدي بس حقدر أحمل الكاميرا بإيدي which is fine. And this is my outfit. كذا حدا قال لي you look good. الميك اب بعتقد رقبتي ووجهي مش ذات اللون لانه اللايتنج بتقلف بالاوضه كلها يلو. جايز الكاميرا حتطفي. I cannot believe this. هلا حرجع على الاوضه. This is crazy. I'm gonna film on my phone then. منيح اني رجعت لانه اول شيء الكاميرا كانت طافيه، ثاني شيء كان نسيان التيكت تبع الميوزيوم وبلاقي ما فينا نفوت. سو منيح جبته. وي هاف تو ليف ان هاف ان اور لانه على التنتين. Museum of the Future. أول شيء كنت كتير يعني كنا عم نطلع إنه شو هيدا. It was so childish وهيك. بس بعدين شفنا chapters كتير كانوا حلوين. They were nice. But it was fun. It's worth to see one time. وهلا رجعين على دبي مول. We're gonna have coffee. وعلتمينة عنا دينر ببابل. سمعنا انه بابل هون كتير طيب سو حنروح. بس في ريحة كتير بشعة هون مش عارفين شو هي. حموت.
قعدت شوي بالأوضة ونزلنا على البول تبع الهوتيل to have wine وبعدين عملنا عشاء على 8. هلأ رجعت من my morning coffee واشتغلت يمكن for like good 2 hours إذا مني غلطانة. So I got some work done. هلأ حنروح على the Mall of Emirates to shop وحشوف my cousin and I'm gonna try Joe and the Juice. I really would have wanted to take my camera with me بس هنجد guys it's so hard يعني to hold things. و plus إذا بدي أعمل shopping اليوم so ما بشيل إني يكون عندي شيء بإيدي. We're gonna go now and I'll keep you posted. تعرفوا شو كتير حبيت الشغل هون like I would love to live here بالهوتيل انزل اشتغل تحت و then have fun. جيت على American Eagle وI'm trying on clothes بس everything I'm trying is so big. I think how the American sizes بس it's so big. I like this shirt. I really like it. How the skirts are so trendy بس ما عم بقتنع فيهم وبدل أبيض بس ما لقيت my size. حمود تلاقي white pants هيك بيزبطوا علي. It's extra small and it's so big. أنا مني هالقد ضعيفة يعني لازم size small يزبط علي بس ولا مرة بلاقي tailored pants بيزبطوا علي بيض. I love the set. Plus في منه على أبيض وأنا عندي غير top بس هي ذات الماتيريال. So I'm thinking of getting the white pants كمان تحت هداك يصير set. امبارح الساعة 12 أكلت بينكري وهلأ ما مرق 24 ساعة عم برجع أكل. أنا كتير كتير بحب كتير اشتقت. هلأ طلعنا من the Mall of Emirates. Dubai Mall is much better by the way. هلأ كنا عم نحكي it's هيك واسع أكتر ما بعرف هيك ال vibes هونيك أحلى. رايحين هلأ على المارينا أنا بليكو شكل. رجينا على JBR بالمارينا. Let's see what this is about. هاي دي كل مرة أجيت وما أجينا لهون. So let's see. Guys وأخيرا حأكل سالد بدبي. ولا مرة أكلت. We're so tired. بدار نسبي سلوكة بس عمي ما عيش ناسوس. But we're going to have coffee. The final coffee of the day, actually. عم تسمعوني أو لا ما بعرف. وراح نشوف my cousin بكرة مش اليوم لأنه اليوم ما زبطت. We went to the أول شي Emirates, بعدين مارينا, تعشينا هوني, بعدين مشينا منيح. وهلا رجعنا على دبي مول. Good morning. اليوم بتكون تقولوا آخر نهار يعني هو قبل آخر نهار بس إنه full day اليوم آخر نهار. كنا حنروح على the beach club بس guys الشوب منه طبيعي يعني ما بعرف مين بيروح على beach club بدبي صراحة. ف we cancelled the reservation yesterday. No way. وليكو لابسة جاكيت لأنه حموت من البرد. فمش عارفين شو حنعمل هلا بس حاجزين بمطعم اسمه فيليا على الساعة 6. سو هلا ما حطيت ولا نقطة ميك اب لأنه ما كان إلي جلادة جست سان سكرين ومويسترايزر وهيك ولبست هيك a very casual outfit وحأنزل to grab my coffee. سو so,
This is it. I love my hair color هون. ما عم ببين جينجر هالقد. بعرف ليه. طيب, let's go and grab my coffee. انا قلت لكم نعمل get ready with me هون وهيك بس ما رجعت عملت شيء. So هلا رايحين نتعشى بعد شوي. انا ما تغديت لانه ما كنت حلحق جوا لو بتغدى. فا يا عن جد بدي هيدا السيت اب بالبيت. اللايتنج هون مش حلوه, كلها warm lighting. لازم يكون في بالانس بين الwarm والcool lighting تا يطلع حلو. حاسه حالي I gained شي 10 كيلوز بلكي قد ما اكلنا. بس دبي literally يعني ما فيها شي غير اكل shopping و بس. So that's it. بس مشينا كتير, كنا عم نمشي كتير. So that's good. دار بشوف فيديوهات انه I visited Dubai و I hated it. It's so fake. It's so ما بعرف شو. ما بعرف العالم شو إلها يعني ليه بتنزعج من موضوع انه it's fake و انه everything is man-made here. انه okay, what's the issue? Can you please explain to me what's the issue? عملوا كل شيء هن, يعني هن نعطوا هيدي الارض وعملوا منها شيء كتير حلو. ف I don't see what the problem is. مش احسن مما يكون عندكم ارض بتجنن وبدل ما تحسنوها تعملوها زباله؟ بحس اوقات العالم تحكي بس لتحكي. بس انا كتير زعلت لانه هاي تاني مره بجي وبيكون عبالي اني شوف الجلوبال فيليج, وهاي التاني مرة بتسأل انه بس اجي بيكون سكر بعد جديد. يعني طلع انه بس بيعملوه بين ابريل وماي, بس فوتوا على ماي بسكروا. جربت 200,000 شغلة جايز. الميك اب مثل ما قلت لكم جوا لانه وورم لايت, طلعت لبرا شفت الميك اب ما بعرف شيء بيضحك, شيء كتير بيضحك. جربت 100 شغلة تقلبسها ما زبط معي الا هيدا. مش طايقته للاوتفيت, بس شو بدي اعمل؟ الجرس اللي كنت بدي البسه I'm too bloated, ما في البسه ابدا. وجربت كذا, جربت السيت حسيته طلع مثل البي جيز. جربت another like off shoulder top ما طلعت حلوه مع الباتمز. فبالاخير هيدا هو. بس ما عم بقدر اتحمل البرد ابدا. طالعين على طابق 71 وقديمية عم بصير لهم شي ما morning. My last day in Dubai. ضبيت الشنطة يعني 90%. I still have a few things. I'm going to grab my morning coffee. I also have some work to do. بس ما بعرف أي متى. Let's see. Do you know who's in Dubai? Tamara Kalinic is in Dubai. She's my favorite YouTuber. I don't like my outfit. I hate it. بس it's okay. It's the airport outfit يعني. مشينا على محل اسمه جيا for breakfast. Let's taste test the coffee. It's too heavy. بدي اشوف. نيو. I'm having this. It's زعتر كروسون. جينا نشتري
تمر وشوكليت وهيك for the family. It's nice. It's good for a salad or something like that. هيدا كبيس تمر. بحياتي مش سمعاني هيك شيء. زيتون اوكي. ما عنده طعمة تمر. We secured the batils. I secured the gift for my brother. بس لقاله كنت مش ملاقي بعد. ف we secured it. وختامها مسك اكيد مع صوت. حاتوفى حاتوفى قد ما اكلت حموض. حابة امشي شي 3 ساعات بس تهضم هيدا الشي اللي اكلته. بس it's worth it يعني. قالوا لنا انه public اكله طيب بس صراحة we're full ما فينا ناكل اكل. They have one of the best tiramisu here so we need to try it. It's currently 5:51 and شي ساعة وبلكي ساعة ونروح على المطار. The one we make at home صراحة اللي بعملها بالبيت أنا أطيب. We're leaving. We're going back. Mm-hmm.